أنشئت مجموعة دواكم تحت اسم الصيدلية الخماسية في عام 2009 بعدد قليل من الكوادر لا يتجاوز 5 موظفين. بتحفيز من قائد مميز الدكتور بشار الشلتوني، اشترك الآن وتحدى اللاعبين من الشمال إلى الجنوب. الآن مع إيفو من أمنية، اشبك للصبح وتمتع بتنزيل أكثر ليلا نهارا على كمبيوترك. 6 جيجا بستة دينار خاص. لننشئ معا جسرا يصل ماضينا بمستقبلنا. ذاكرة الخليج المرئية، ذاكرة أجيال مضت لأجيال تنتظر. And to complete the world peace by parents and grandparents, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum has launched the Smart Learning Program for Education to empower fun, interaction, and cooperation in order to promote the students' minds.